بسم الله الرحمن الرحيم. براكم باس بيان باس بياني مبتدا خبر بو كيك بولا مرفوعات جائزة باس أمان بو كي يموت مان خبر هندي جار عن بجملية هندي جار بجملية هندي جار بنكرية بالي هندي جار بجملية واتا أصلايا كلا خبر مفرد بي وهم هندي جار جملة أبيض أو كاتك جملة بو أبي عايدة كي تي أبي عايدة كي الضمير يا تكاري أو اسم مبتدا كي ويان تنشتي بو كوا باس ماني وكوانيا جا استا هندي جا خبر ابيتا ظرف يعني ظرفة كا هو تخبر تيغشتي جا وقتا كبو تا خبر او ظرفة ظرفة روكو جاور مجروعة في بسبب متعلقة جا او متعلق ظرفة او كيو نيكو بس لا يو ظرفة كا هندي لزاناني نحوي يا زورينيان فعلي كان بوداناوا فعلي كان كبو متعلق مثلا زيد في الداري اظن حصل في الداري أو حصل لي بودانين كفعلة. بلام هندك اسم فاعل بودانين زيدون حاصل في الداري. تجشتي؟ جاء فرميت وما وقع ظرفا يعني أو خبريك وابو بيبقى ظرف ظرف زمان بيا مكان بيا جار مجرور بيا أما فالأكثر أنه مقدر بجملة قولي زورينا لسر أويا كوا أم ظرفك وابو تخبر بلا تقدير كراوة بجملة يعني بجملة دان راوة تفعل لك بو تقديرك اي فعل لقال او جار مجرور وصرف دا ابيت جملة كي فعلي تقشتي وكو عزم كردن علي زيد في الداري تقشتي ديوالي ردا زيد بيت مبتدا في الداري جار مجرور متعلقة بحصل و اغير حصلي بو دابني علي ام في الداري لقال متعلق كحصلي محل مرفع خبر ابو زيد اما او في الداري بلا كظرف ابو تخبر بلام تقدير جملة بوكراوة بجملة دان راو فعلي كبو دان راو بلام بلاي زيد في الدار يعني حاصل كورايك فينا بلاي زيد حاصل في الدار تقشتي او بيت مفرد بوتي شوك حاصل اسم فاعلة تقشتي اسم فاعلة فاعلة كي هو الشراوية اجتو بو زيد دي الان اسم فاعل لقال فاعل خويدا حكمي مفردي هي حكمي مفردي هي فاتلا زيدون حصل أو حصل فعل فاعل فعل فاعل جملة يوانيا أو تطلب جملة كرا وقال الله زيدون حاصل في الدار أو حاصل دابني يا كائن دابني اسم فاعل دابني أو اسم فاعل ويبي يا أخوة اسم فاعل لقال مفردك إخوة لقال عفوا فاعلك إخوة أبيت مفرد حكم مفردي هي تقشتي لبروا أو كاتت مؤولة بيبا مفرد مقدرة بيبا مفرد نقبل جملة فالأكثر أنه مقدر من جملة. وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام إذا أسباسي أبقى كتش وقتي واجبك بلي مبتدأ بيشكوي كتش وقتي واجب خبر بيشكوي باسي أوانا من بوكا أفرمي وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام هل كاتي مبتدأك شمول هذا لسرشتيك كواب أو اشتياس أولية كلامه بو سرتاي كلام رصتها بو يعني واجبك الأولي كلامه وبيت فلان صدارات كلام يعني أولية كلامك وأدوات استفهام ونفي وأوانا مثل من أبوك وكوالي كي أبوكيتو أولي ويدا منك في محل رفع مبتدايا اسم استفهام في محل رفع مبتدايا أبو خبرتي مضاف لك كم ضاف لي دليل مبتداك كمنا مشتملة بسر شتيكا كوا أوليت كلامي هي واتا استفامي تيايا استفام بو استفام بكاراتوا استفام جيكي لو شتاني كوا بيلا سرتاي كلامه وبيت ناتا بختنا وراسي آخر تيقشتي أو كانا معرفتين يا مبتداكش وخبركش هرت كان هر معرفة بون تيقشتي وقولي الله إلهنا يا علي زيدون المنطلق تيقشتي أهم زيد معرفة ببني عالمية منطلق معرفة ببني ألف لامة كوا أو متساويين يا هر دكان يكسان بون تيغشتي مثلا متساوي بون لنا كلية متساوي بون مثلا لا تعريف متساوي بون لا تخصيصا تيغشتي جالي متساويين أي في أصل التخصيص الأخوار ووتوتي متساوي يكسان بون لأصل تخصيص تايبد مندي دا بل يعني نوع تايبد مندي كان يعني وكو يك وابو يكسان بون لتخصيص تايبد مندي تيغشتن تابد مندي وثمان تخصيص جوريك لا تعريف تقشتي مثلا لصاب فنجايا أو شتا تعريف فياك أو
بنكلي كروت محض نامينه أن بنا دياري نامينه توبة طوابي أو بيلان تخصيص إذا تخصيص كان هر كان يكسان مثلا هر كان بيك وكار يعني وكو يك وبن با مخصص مثل أفضل منك أفضل مني علي بلي تشاكتر لتو تشاكتر لمن أو كسيك لتو تشاكتر لمنش تشاكتر برستر لما أفضل مبتدايا من حرفي جرو كاكلا محلها في مجرورة جاء متعلق بسبب أفضلوا جاء أفضلوي دوهم خبر بوم أفضلوي يكما من حفي جرو يكلا محلها في مجرورة جاء متعلق بسبب أفضلوا لإبرام أم أفضلوا خبر بو أو أفضلوي يكما لعجزم أفضلوي يكما أفضلوي دوهم هردو كان نكرا بلان بونا تمعرفة بواني من كوا يا بواني من نيوا لما نوع التخصيص كيان بلي هروك يقوعي متساوين لتخصيصا شكشتم دي هل لم حال جاب يوم تداك لفيشو بي أو كان الخبر فعلا له يا خبرك فعل بلبو مبتداك كاري مبتداك بو مثل زيد قام وقولي زيد هستاوى زيد مبتدايا قام فعل ماضي فعلي تيا شاراوي بهو أجتو بلاي زيد دي كي هستانك كردوا زيد كردويتي أو هستانك كاري زيد كان الخبر فعلا له أعلم حالتانا هميان وجب تقديمه واجب بيشكوتني مبتداك تقشتي أنا شابين شوينة دا واجب كمبتدا بيش خبر بكبي تقشتنا عزيزم وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام أم جارة باسي تقديم خبرك أو شنانيك واجب خبر بكوتا بيشوا على وإذا تضمن الخبر المفرد هر كاتيا قرتيا ظني خويا وقلتيا ناخو كروكي خويا او خبريك ومفردة خبريك ومفردة قرتيا ظني خويا وشي قرتيا ظنو كروكي خويا ما له صدر الكلام اشتاك صدر اوليتي كلامي بوهبو سرطاي رستي بوهبو وكو استفامو اوانك عرضم كردن مثل اين زيدون وكو اين زيدون او اين في محل اسم استفامو محل مرفو خبرو بشش كوتو زيدون تدايو دوا كوتوا لأما أين خبرك مفردة تيجشتي دي صدرات كلامي شبوية أولي كلامي بوية شكا استفامة دات استفامة دي واجب لو أبي خيطة بيشوا شكا أقل بي خيطة دعا بلي زيدون أين أو صدرات كلامي أفوتي أولي كلامك نامينين أو كان مصححا له يعني أم خبر تصحيح كربو لبو مبتداك بلي يعني أقل خبرك نبوية دروز نبو مبتداك بكيبا مبتدا بله يعني خبرك هو كاريك بوئيك أو مبتدا دلز بيكي بمبتدا وكوشي مثل في الدار رجل وكو في الدار رجل الله في الدار جار مزور خبر بيش كوتوم رجل مبتدا دعا كوتوا لإستاع عزيزم رجل لبيات سيا مبتدا معرفة يعني نكرية نكرية بي مبتدا مبتدا بيتي بي أفي معرفة بي لأنه نكرية شو بوتا مبتداش دروستا بوشي دروستا شكو في الدار خبرك كوتوتا پیشیوا بابانی فدایی و تخصصی فیا کردو و بوتا مبتدا و درستا سکتوان نکره محص درست نبیتا مبتدا بلان تخصصی فیا کر درستا دی عزیزم نیستا اگر فدایی نبیت درستا رجل که با مبتدا درست نیا کماتا مبتدا بونی رجل بابانی فدایی ویا او فدایی مصحیح لبو مبتدا که معنی فدایی که وای کردو که خبر که یا که درست بیم رجل که با مبتدا اگر او نبیت درست نیا نخيط بيش وما نعبي لأنه وقت دا هر واجب خبرك بخيط بيش أو لمتعلقه ضمير في المبتدئ يابو متعلقي أم خبرا بيوان بيوان بستو يعني بشيكي متعلق بس بيوان دار يعني بشيكي جزئيكي سا مثلا دسي متعلقي تو يجوك جزئيكا لتو بشيكا لتو شكشتي الله أو لمتعلقه يابو متعلقي خبرك بشكل خبرك ضمير ضمير كبو في المبتدا الى مبتداك يعني الضمير الى مبتداك هبو اقراب وبشك لخبرك نكبو خبرك اقراب وبشك لخبرك اقراوا كفيلا متعلق فمن بيو هبو وكوشي مثل على التمرة مثلها زبدا على بصر او خرما وهي بهاويني خرماك كري تكشتي لو اني عرب كان خرما كريان بيكو خارد بي ارغو خرما شون مثلا أهنج منو كري بيكو أخوان ويان مثلا نمره باو كري بيكو أخوان أهنج دوا كري وخوما كشيرين وشاورين بيكو
خار بيت يعني خوش بيت زال على التمرتي بسر او خرما وهي مثلها هرب اندازي خرما كان زبدا كري خرما كانت سنك او انا كري بسر ويا لعجز ام على التمرتي جار مزور متعلقه بحاصل يا حصل بها خبر مقدمه مثل مبتدا مؤخره مضاف اليها ها مضاف اليه بالي زبدا تميزا بالي لعزيزم ام ليردا ام مثلها هاي مثلها بوكيتو بهاويني او تمره بهاويني خرماكا لعزم التمرتي تشيا بشكل خبرك على التمرتي بيكوا جار مجرور خبر مقدمه على خبر روتكنيا تمرتكش خبرة روتكنيا بيكوا خبر جار مجرور كتجشتي كواتا ام هاي مثلها بالي ضمير يكا بوكي اراتو بو بشي لخبرك اتيتو كوا التمرتية وعلى التمرتين اراتو هل بو التمرتة روتك اتيتو تيقشتي كواتا الم حالتان لمتعلقه ومتعلق بيوانداري خبرك هيا كبيوانداك مس في التمرية كمتعلق خبرتك بشك لخبرك لا على التمرتي ضمير يكا هيا في المبتدأ الى متداكا يوكو مثلها ضمير يها كالكاب ومتداكا وبو التمرة اتيتو كبشك لخبرك ومتعلق خبرك هيا او كان خبرا عن ان يا خبرك خبري ان خبر بلا ان تجشتي الم حالتان ذا هميا مثل عندي انك قائم الله بلاي منه ووايا كواتو راوستاوي او عندي ظرف خبره كشكوت مضاف الي مضاف الي ان حرف من الشبه بالفعل كافك في محل نصب اسمه قائم خبري انك يا تجشتي يجمل انك قائم متدايو دوا كوتوا بام عندي الواتشيا خبر بو أن بلا خبر بو أنك قائم أنك قائم ده تبيني مصدر عبارة قيامك يعني قيامك عندي يا عندي قيامك تكشتي لعزيزم أم أنك قائمنا أما عندي عفو أم عندي خبر لا أن يعني خبر لا أنه لتبيني مصدر تكشتي أن يا خبري واقع عندي لبو أن تمك خبري أن قائمنا خبري أن قائمون تجشتي بلام لا تأويلا أن لا أتي كافك بيت خطاب قائمة قيام يعني قيامك عندي يا عندي قيامك كان هنا عندي وتخبر لبو قيام فلا أصلا أنك قائم بو تجشتي مقر بو تأويلا يعني خبري أنني تجشتي ألم حالت دا هميان لم حالت أنا دا لم يوان أنا دا وجب تقديمه واجب بيشكوتني خبرك وقد يتعدد الخبر جاء دروس خبر تشنداني يبي بلي مثلا فاعل تعدد دروزنية تقشتي بلام تعدد خبر دروس بيس بتشندانيك وقال مثل زيد عالم عاقل مثلا جالس مثلا عابد أتواني تشند خبر بيني بو يق مبتدا عالم مبتدا بل زيد مبتدا عالم اسم فاعل وخبر يكمو عاقل خبر يدوهم وهكذا اعتبرها كم قد يتضمن له يا